أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: سمعت من أحد الأساتذة أن أكثر أدلة الشريعة ظنية، فهل هذا صحيح؟ لأني لم أطمئن إلى هذا القول. ظنية عنده، وإلا هي في حقيقتها قطعية، لكن هي ظنية عند بعض الناس الذين لم يفهموها ولم يدركوها، فهو يخبر عن نفسه، ظنية عنده هو، وإلا هي في نفس الأمر قطعية. نعم.